بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض نحل الهومورك. الهومورك متقسم حتتين، في فيرست بيتكلم عن الالجبريك فورمولا كومبلكس نمبر، والجزء التاني هو السكند. أنا هبدأ معاكم أحل الفيرست اللي هما عبارة عن 15 سؤال. السؤال الأول بيقول إن I plus I squared plus I power 3 plus لغاية I power 100 تعبر عن إيه؟ طب لو أنت لاحظت إن الـ I والـ I squared والـ i power 3 لو فضلنا نمشي كده لغاية الـ i power 100 ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن حاجة اسمها geometric sequence، تمام؟ واسمها finite geometric sequence عشان ليها بداية ونهاية. طيب أنت خدت الكلام ده في تانية ثانوي، كان بيقول لك الـ geometric sequence هي عبارة، إحنا هنا بنعمل times i فتبقى i squared، نعمل times i فتبقى i power 3. الـ first term كنا بنسميه إيه؟ اللي هو عبارة عن i. طب النصف ترم كان اسمه ال، النصف ترم عندك اللي هو i باور 100. طب كل مرة بنضرب في كام؟ بنضرب في i اللي احنا بنسميه الريشيو، تمام؟ يبقى كل مرة بنضرب في i. عرفناها منين؟ لو خدنا السكند ترم على الفيرست ترم يديني i، لو خدنا الثيرد ترم على السكند ترم يديني i، وهكذا. يبقى هي دي الريشيو. طب انا عايز اعمل لهم بلس، يبقى انا بجيب السم اوف الجيومتريك سيكونس. طب السم اوف جيومتريك سيكونس الفاينايت دي كان الرول بتاعها ايه؟ بيقول لك هو عبارة عن الفيرست تيرم تايمز ار باور ان ماينس 1 على ار ماينس 1. انا عارف ان ال a هو الفيرست تيرم وال r هو الريشيو، الرقم اللي بضرب فيه كل مرة. طب ال n، ال n ده هو النمبر اوف تيرمز. طب ال number of terms ده ايكوال كام؟ مش انا ابتديت ب i اللي هي باورها 1 وانتهيت عند i اللي باورها 100، فعدد الترمز هو كام؟ 100. فممكن اعمل substitution ال first term اللي هو ال a equal i، وال ratio اللي هي برضو i بس ال number of terms هيبقى 100 minus 1 على ال r اللي هي ب i minus 1. الكلام ده اعمل له simplify. اول حاجة ال i هتفضل زي ما هي، والباور الكبير يعني، طب الباور الكبير ده 100 divisible by 4 يبقى من حق اكتب 1 minus 1 على i minus 1. طب 1 minus 1 ب 0، 0 على اي حاجه ب 0. طب 0 times i هيبقى ب 0، يبقى ده i times 0 يبقى الكلام ده بكام؟ ب 0. يبقى choose number a. ده كانت الطريقه الاولى. طب الطريقه الثانيه، تعالى ناخد خط كده. الطريقه الثانيه بيقول لك ان لو عندي i plus i square plus i power 3 plus i power 4 ده عبارة عن ايه؟ قال لك والله ال i زي ما هي، انما انا عارف ان i squared minus 1. طب وال i power 3 هي negative i، طب وال i power 4 هي 1، فال 1 يتشال مع ال negative 1 وال i تتشال مع ال negative i، ويبقى الكلام ده بكام؟ ب 0. طيب ده كام ترم؟ 4 consecutive term، يعني كل 4 consecutive term هيبقى equal 0. طب ال 100 دول 100 ترم، ال 100 ترم دول فيهم كام 4 ترمز؟ 25. يعني اول 4 هيبقوا بزير، بعد كده تاني 4 هيبقوا بزير، وانت عندك كام؟ ده 100 ترم، تمام؟ يبقى 0 بلس 0 بلس 0 وهكذا، تمام؟ يبقى الكلام ده برضه بكام؟ بزير. دي طريقة ودي طريقة. السؤال التاني هنا بيقول لك 1 بلس i full power 12. فاحنا كنا خدنا الكلام ده في اولى ثانوي، كان بيعملها ازاي؟ مش هيعرف يعمل باور 12 مره واحده غير بالباينوميال ثيرم. ممكن تعملها مره واحده بالباينوميال ثيرم بس هتبقى كبيره قوي. فقال لك انا ممكن اخد 1 بلس i اعمل له باور 2، وما دام هعمل له باور 2 يبقى الاول باور 6، لان انا عارف ان هنا بفكها باخد الباور واعمل لهم تايمز 4 فيرجع 12 زي ما كان. هنا بقى سهل عليا افك باور 2 اللي هو سكوير first square of second plus first of second of 2 اللي هو 2i، وما ننساش الباور 6. طب 1 زي ما هي i squared negative 1 plus 2i ال all power 6. طب 1 minus 1 يروحوا مع بعض، يبقى ده 2i ال all power 6. طيب مش الباور يتعمل له expanding على الاثنين او يتوزع على الاثنين، يبقى ده 2 power 6 في i power 6. طيب 2 باور 6 اللي هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 64. طب i باور 6
اي باور 6 ده نبص للباور، هل الباور ده هل الباور ده ايفن ولا اود؟ قال لك لا ايفن. هل ديفيزيبل باي 4؟ قال لك نوت ديفيزيبل باي 4، يبقى على طول هو ايكويفالنت للاي سكوير اللي احنا بنقول عليها نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 تايمز 64 يبقى نيجاتيف 64 اللي هو تشينج نمبر كام؟ نمبر دي. السؤال ده بيقول لك ان الزد ايكوال 1 بلس اي، فهات الزد اوفر زد بار. الزد بار دي يعني الكونجكت، يعني لو الزد ايكوال 1 بلس اي اوفر الزد بار دي اللي هي 1 ماينس اي الكونجكت، يعني بغير الساين اللي قدام الايه الايماجينري نمبر اللي هو جنبه اي. طب هل انا في عندي ديفيجن في الكومبلكس نمبر بالاسلوب ده ولا لازم نضرب في الكونجكت بتاع اللي تحت؟ طب كونجكت اللي تحت اللي هو 1 بلس اي، وما دام ضربت تحت هضرب زيه فوق. طب الرقم في الكونجكت بقول دي شبه الديفرنس بين تو سكوير، يبقى الاول سكوير ماينس الثاني سكوير، تمام كده، واللي فوق 1 بلس اي الاول سكوير اللي هو سكوير اوف فيرست سكوير اوف سكند بلس فيرست اوف سكند بكام؟ في 2. طيب اول حاجه 1 ماينس اي، اي سكوير دي بكام؟ بنيجاتيف 1، نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف يبقى 1 بلس اكنها بتكتبها 1 بلس 1. طب وادي ال 1 اي سكوير نيجاتيف 1 وبلس 2 اي، طيب 1 بلس 1 هيبقى 2. طب وال 1 مع النيجاتيف 1 يروح يتبقى لي فوق 2 اي، ال 2 مع ال 2 يتبقى لي اي، يبقى تشيز نمبر دي. في السؤال ده بيقول لك ان في 2 complex number equal بعض، يبقى الريال equal real imaginary equal imaginary، لكن الرايت هاند سايد مش متظبط، لازم اظبطه الاول، في لسه باور 2 لسه في اي. فانا هبدا بالايه بالرايت هاند سايد اشوف الدنيا فيها ايه، ادي اي. طب والباور 2 سكوير اوف سكند بلس سكوير اوف سكند سكوير اوف سكند سكوير ال1 ده سكوير اوف فيرست النيجاتيف 5i السكوير بتاعه اللي هو 25 طبعا، والنيجاتيف بقت بوزيتيف والاي بقت اي سكوير. بعد كده تقول لي الفيرست في السكند تايمز 2 اللي هو النيجاتيف 10i، تمام كده، ادي الاي بار اهي وادي 1 25 اي سكوير النيجاتيف 1 يبقى ده 1 ماينس 25 ماينس 10i، ادي الاي 1 ماينس 25 يبقى نيجاتيف 24 ماينس 10i. اضرب بقى بص اوزع الاي على الفيرست وعلى الايه على السكند، يبقى نيجاتيف 24i ماينس 10i ماينس 10i سكوير. طيب نيجاتيف 10i سكوير نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 في نيجاتيف 10 يبقى 10، يبقى ده الجزء الريال، تمام. وهنا عندي ده نيجاتيف 24i يبقى ده الجزء الامازوني. خلاص كده بقى عملت له سمبليفاي، امسك بقى اسويه بالايه بالليفت هاند سايد، يبقى عندي الريال ايكوال الريال. مين الريال في الليفت هاند سايد اللي هو الاي، مين الريال في الرايت هاند سايد اللي هو التن، يبقى الاي ايكوال كام؟ 10. طب هساوي بقى الايماجيني بالايماجيني، الايماجيني في الليفت هاند سايد اللي هو جنب الاي بالاشاره بتاعته يبقى بي، والايماجيني في الرايت هاند سايد يبقى اللي جنب الاي بالاشاره بتاعته اللي هو نيجاتيف 24 يبقى البي بكام؟ بنيجاتيف 24. هو بيسألك عن مين؟ بيسألك عن البي بس اللي هو نيجاتيف 24 اللي هو تشويز نمبر دي. في السؤال ده ليه كذا طريقة، أول طريقة هو بيقول لك a سكوير بلس b سكوير، ده كده مفيش i فوق يبقى الجزء اللي فوق ده مفيهوش i يعني مش imaginary، مفيش أي term فيهم imaginary، كمان ال a وال b بيلونج لل r star يعني ممكن يكونوا أي رقم positive أو أي رقم negative ما عدا ال a الزيرو، تمام. over a plus bi equal 2 plus 3i، يبقى انا عايز برضو complex number equal complex number، مادام فوق او تحت في i يبقى ال total على بعضه ال term ده كله يعتبر بالنسبة لي complex، بس محتاج اعمل له simplify equal ده، انا محتاج اساوي real بال real وال imaginary بال imaginary، بس لازم اعمل له simplify. عندي طريقتين، اول حاجة هضرب في الconjugate بتاع اللي تحت، يبقى فوق هضرب في الconjugate بتاع اللي تحت اللي هو a minus bi over تحت هيبقى a plus bi times a minus bi. طيب اخلي اللي فوق زي ما هو في a minus bi، طب واللي تحت رقم في الكونجيوت بتاعه بكتبه الاول سكوير بلس التاني سكوير على طول، لو انت عايز تعملها، لما لو عايز تعملها واحده واحده ده ديفرنس
between two squared، بتقول الأول squared minus التاني squared اللي هو b squared i squared، بس ال i squared بتبقى negative 1 فبتخلي ال negative ده بلس صفر، عشان كده كتبتها على طول. ليه بقى أنا ما ضربتش اللي فوق؟ دايما خلي بالك اصبر على اللي فوق، يمكن حاجة مع اللي فوق تتكنسل مع اللي تحت، فبالتالي تكنسل مع ال a squared b squared اللي تحت، فيبقى بالتالي ده كله بقى a minus b i. طيب يبقى كل ده بقى اسمه ايه؟ a minus b i. طيب لو هساوي الريال بالريال يبقى ال a equal to، جميل جدا. طب لو هساوي ال imaginary بال imaginary اللي هو الرقم اللي قدام ال i اسمه b ولا negative b؟ لا negative b equal كام؟ 3. وبالتالي لو ضربت ال both sides في negative يبقى ال b بكام؟ ب negative 3. طب هو عايز ايه ولا بيه؟ هو عايز ايه تايمز بي اللي هو 2 تايمز نيجاتيف 3 اللي هو الناتج بتاعك يبقى نيجاتيف 6، وده تشويز نمبر ايه. دي اول طريقة، تمام. الطريقة التانية ممكن نعملها ازاي؟ قال لك والله لو في كومبلكس نمبر اسمه زد 1 ايكوال كومبلكس نمبر اسمه زد 2، ممكن تبقى عارف ان المودلس بتاع الاول او الار بتاعت الاول ايكوال الار بتاعت التاني. طيب جميل، الار بتاعت الاول اللي هي a squared plus b squared على a minus sorry plus b i، تمام، والسكوير بتاع التاني اللي هو 2 plus 3 i. حلو. طيب اللي فوق هيفضل زي ما هو لان هو رقم ريال. طب واللي تحت اسمه a squared plus b squared تحت الروت، تمام. طيب وهنا هيبقى 2 squared plus 3 squared، يبقى الكلام ده يكوال كام؟ 4 plus 9 يبقى ال square root of كام؟ 13، تمام؟ طيب وهنا هيبقى square root of a squared plus b squared. ده مش هنوصل لحاجة، أعتقد هي الخطوة الأولى هي اللي صح، تمام؟ مش ده اللي أنا كنت عايز أقوله أصلا. إحنا كان ممكن نعملها إزاي؟ كنا ممكن نقول إن a squared plus b squared equal، هعمل cross multiplication، يبقى a plus b i times 2 plus 3 i. طيب ال a plus b i اضربه بكام عشان يطلع لي ال a squared b squared؟ a squared b squared يبقى كأنك بتقول ال r squared او المودلس بتاع ال z squared، فلازم ده يكون ال conjugate بتاع ده او العكس، تمام، ان a plus b يكون conjugate 2 plus 3. معنى كده ان ال a لازم تكون 2 لكن ال b لازم تكون negative 3، تمام كده. انا طلعتها بسرعه، سيبك بقى من الطريقه اللي انا كنت بهبت فيها دي، تمام. يبقى دي الطريقه بسرعه. الطريقه الاضمن والمعتاد عليها هي الطريقه الاولى. في السؤال ده بيقول انا عايز السمبليفاي. طيب عندك كذا طريقه، تحول اللي فوق تريك واللي تحت تريك، وما تيجي تعمل ديفيجن تقول الار على الار وتعمل الانجل ماينس وبعد كده تحولها الجبريك، او تشتغل عادي. طب تعالى نشتغل عادي، هل ينفع اوزع باور 5 فوق وتحت؟ هيبقى صعب، تمام، لكن ممكن اخش جوه واعمل سمبليفاي اللي جوه الاول اللي هو 2i over 1 plus i، اضربه في الكونجكت بتاع اللي تحت اللي هو 1 minus i 1 minus i. اللي فوق ده اسمه 2i times 1 minus i، هتقل عليه مش هضربه، شوف يمكن في حاجة تحت تتكنسل معايا. طب اللي تحت ده الرقم في الكونجكت بتاعه هيبقى الاول squared plus التاني squared، مين الاول؟ يبقى اني بكتب الريال سكويرد بلس الجزء الايماجيني سكويرد. هتقول لي الجزء الايماجيني هو بوزيتيف 1 اللي قدام الاي يعني ولا نيجاتيف 1 اللي هو اي؟ طب ما انا هعملها سكويرد، هتفرق، هتطلع 1 في الاخر، او تعملها ديفرنس بين تو سكويرد زي ما انا علمتك في الاسئله اللي فاتت. فيبقى ده 2i تايمز 1 ماينس i اوفر 1 بلس 1 اللي هو 2، فهتتكنسل مع 2 اللي فوق. طب والاي هتتوزع على الترم الاول والترم الثاني، فيبقى i ماينس i سكويرد. طب والاي سكويرد النيجاتيف 1 في نيجاتيف يبقى بوزيتيف، يبقى ده اي بلس 1. حلو قوي، ده اي بلس 1 هتلاقيه في الاختيارات لكن مش هو ده اللي انا عايزه، ده اللي جوه اصلا، يعني اكنك بقول لك 1 بلس اي او اي بلس 1 الاول باور 5. هشتغلها ازاي دي بقى؟ والله انت ما عندكش باور 5 يعني، يا اما تفكها باينوميال لو انت عايز، بس هتاخد وقت. ممكن اعملها ازاي؟ اقول 1 plus i all power 4 1 plus i، تمام، و 1 plus i all power 4 ممكن اكتبها 1 plus i all square all square. طيب احنا عملنا
1 بلس اي قبل كده اللي هو سكوير فيرست سكوير سكند فيرست سكند ب 2 بتطلع 2 اي الباور 2. طيب بعد كده هوزع ال 2 يبقى 2 باور 2 هتبقى 4. طب و اي باور 2 نيجاتيف 1 في مين؟ 1 بلس اي 1 بلس اي النيجاتيف 4 تتوزع في الفيرست والسكند يبقى نيجاتيف 4 ماينس 4 اي. يبقى ده تشويز نمبر كام؟ نمبر سي. في السؤال ده بيقول لك اي باور ان تايمز اي باور ان بلس 1 اي باور ان بلس 2 تايمز اي باور ان بلس 3. عارف لو كان التايمز اللي ما بينهم ده بلس كنت هقول لك دول 4 تيرمز والباور بتاعهم كونسيكيوتيف والناتج كان بيبقى بزيرو، بس للاسف الاشارات اللي الحاجات اللي ما بينهم هو مش بلس هو تايمز. طيب في حاله التايمز ما دام البيز موحد اي 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 بنعمل ايه للباور؟ بنجمعهم. طب n بلس n بلس 1 n بلس n بلس 2 بلس n بلس 3 هتبقى 4 n بلس 1 و 2 3 3 و 3 هيبقوا 6. طيب نبدأ بقى نفكها، هي عبارة عن i باور 4 n تايمز i باور 6 لأن كده هيبقى أسهل. طيب i باور 4 مش ممكن دي أكتبها i باور 4 ال all باور n ما تجمعش حاجة، وال i الباور بتاعها even هل divisible by 4؟ لا، يبقى كأنه equivalent لل i باور 2. i باور 4 ب 1 1 باور أي حاجة هيفضل ب 1. طب وال i سكوير ب negative 1 يبقى 1 تايمز negative 1 هيبقى ناتج ب negative 1 اللي هو choice number C. طيب في السؤال ده هو i باور n ممكن اخدها كومن مش هو ما بينهم بلس؟ هتقولي طب ما انا عارف المعلومه اربع ترمات ورا بعض الباور بتاعهم في الاي، يعني طبعا لما يكون i باور i باور مش حاجه غير الاي موجوده في البيز، طبعا هنا دول الباور بتاعهم كونسيكتيف فالناتج على طول بزيرو. طب حلو عارف ده تمام، ممكن طريقه ثانيه يقول لك ايه مش ده i باور n و i باور n بلس 1 لكنها i باور n تايمز i باور 1. ممكن اخد الاي باور ان كومن يتبقى لي هنا 1، ولو خدت اي باور ان كومن هنا هيتبقى لي اي، لو خدت اي باور ان هنا هيتبقى لي اي سكوير، ولو خدت اي باور ان هنا هيتبقى لي اي باور 3. حلو، طب ما ال 1 زي ما هو والاي زي ما هو، انما الاي سكوير نيجاتيف 1 تروح مع الاول، طب والاي باور 3 هي نيجاتيف اي تروح مع الثاني، يبقى الناتج ب 0، يبقى اي باور ان تايمز 0 يبقى الناتج بكام؟ 0. يبقى choice number A. طيب السؤال ده بيقول لك then the smallest value of n. طيب هنتعامل مع ده ازاي؟ واحد يقول لي هاخد السكوير روت، لا السكوير روت ده ليه طريقة تانية في الكومبلكس نمبر، فأنا لازم أتعامل بطريقة تانية. ممكن أديفايد البوث سايد يبقى لي 1 بلس i over ده باور 2n طبعا over 1 minus i all باور 2n وهنا 1، يعني عملت divide both side على 1 minus i all power n. طيب هنا ممكن الباور هنا الباور زي الباور، فانا اخد common power يبقى اكتبها 1 plus i على 1 minus i all power كام؟ power 2n equal 1. حلو قوي. طب انا لازم اعرف مين اللي جوه ده، مين 1 plus i على 1 minus i؟ كنا بنعمل ازاي simplify؟ بنضرب في الكونجكت بتاع اللي تحت، الكونجكت اللي تحت بيقول الريال سكويرد بلس الايماجيني سكويرد اللي هو 1 بلس 1. طب واللي فوق سكوير اوف فيرست سكوير اوف سكند فيرست اوف سكند في 2. طيب 1 واي سكويرد نيجاتيف 1 يروحوا مع بعض يبقى ده 2 اي، واللي تحت 1 بلس 1 اللي هو 2، ال 2 تروح مع 2 يبقى الناتج ده باي، يبقى اكني بقول لك اي باور 2 ان ايكوال 1. يبقى ال 2 ان دي كلها على بعض ممكن تكون كام؟ يبقى ال 2 ان دي بيلونج لمين؟ ممكن تبقى بزيرو، وممكن تبقى لازم تكون طبعا divisible by 4 عشان الناتج يبقى ب 1، ممكن يبقى 2n ب 4 كلها على بعض، ممكن تبقى اي حاجه divisible by 4 بعد ال 4 تبقى 8 بعد كده 12 بعد كده 16 وهكذا. بس انت مش عايز ال smallest value لل 2n، انت عايز ال smallest value لل n، يبقى كانك بتعمل divide both sides على 2، يبقى هنا 1 طبعا 0 على 2 خلاص، هنا 2 هنا 4 هنا 6 هنا كام؟ هنا 8 وهكذا. طب هو بيقول لك الـ smallest value of the m satisfy طبعا ما فيش 0، يبقى عندي مين؟ الـ 2، يبقى choose number C. السؤال هنا نفس الكلام بيقول لك الـ smallest value للـ n، اللي تخلي ده is a real number يبقى 1 plus i على 1 minus i، أشوف ده بكام الأول؟
زي المسألة اللي فاتت بالظبط، كانت طلعت كام؟ 2i على 2، بعد كده 2 راحت مع 2 طلعت بآي. يبقى أنت عايز الآي ولا عايز آي باور إن؟ آي باور إن، حلو كده؟ هو بيقول لك أنا عايز أخليها ريال. طب الريال ده بقى لما الباور حاجتين، even ويا إما divisible by 4 يا إما not divisible by 4. لو كان not divisible by 4 النتيجة بيطلع بنيجاتيف 1، ولو divisible by 4 النتيجة بيطلع ب1. ده هنا نيجاتيف 1 وهنا 1، تمام؟ طيب أنا عايز ريال نمبر، والريال نمبر ممكن تبقى positive numbers أو negative numbers. هو ما قاليش أنا عايز الـ n الـ smallest value للـ n اللي بتخليه positive أو negative، أنا عايزه ريال. يبقى أول واحد هيقابل مين؟ 0. طب ما في 0 بعد 0 مين؟ 2. لأن لو قلت i باور 2 هتديني negative 1، يبقى أقل value للباور بتاع الـ n بكام؟ 2. هنا بيقول لك إن A و B و C و D are 4 positive consecutive. يعني أكنك بقول لك A باور N plus A باور N plus 1 plus A باور N plus 2 plus I، أنا بقولها إيه؟ I باور N plus 3. طب ما هو دول كده consecutive، ده رقم كان integer زودت عليه 1، بعد كده بزود كل شوية على الباور كام 1. واحنا اتفقنا ان الناتج ده كنا لسه ثابتينها في سؤال قبل كده، الناتج ده بكام؟ بزيرو. يبقى تشويز نمبر ايه؟ السؤال ده بيقول لك ان زد 1 وزد 2 كونجكت، يعني لو قلنا ان ده زد 1 يبقى زد 2 ده هو الكونجكت بتاع زد 1 والعكس، تمام؟ يعني برضه زد 1 هو الكونجكت بتاع زد 2، لان لو عملت كونجكت كمان ترجع للاصل يعني، تمام؟ حلو. فبيقول لك زين 1 على زد 1 بلس 1 على زد 2 could be equal كام؟ طيب ما تيجي كده 1 بلس 1 على بلس 1 على، يبقى ناخد كومن دينومينيتور نضرب اللي تحت في اللي تحت، يبقى زد 1 تايمز زد 2، واضرب زد 2 في 1 تديني زد 2، الاشاره اللي في النص ايه؟ بلس زد 1 في 1 تديني زد 1. حلو. طيب لما اضرب رقم في الكونجكت بتاعه واعمل بلس، الدنيا تبقى عامله ازاي؟ قال لك بص عشان تريح دماغك، قال لك let ان زد 1 equal x plus y i، وبالتالي زد 2 هي الكونجكت بتاعها يبقى x minus y i. يبقى اكني بقول لك هات x plus y i plus x minus y i، تحت بقى مش plus، هو x plus y i times x minus y i. طيب ال plus هنا ده y i وده negative y i، يروحوا مع بعض يبقى x و x دي اسمها 2x. طب الرقم في الكونجكت بتاعه بقول لك الريال سكوير سكوير بلس الايه؟ الامازون سكوير. طب حلو، هو في اي في الموضوع فوق او تحت؟ لا، يبقى كل ده المفروض يطلع ايه؟ رقم ريال، تمام؟ هل ده ريال؟ لا ده في اي. هل ده ريال؟ لا في اي برضه، ده في اي. يبقى الرقم الوحيد اللي ريال اللي ينفع يبقى الناتج هو 0.2، عشان كده كان بيقول لك كود دي ايكوال كام. السؤال ده حلو قوي، فبيقول لك هنا الفولوينج مين ترو، كلهم غلط، مفيش ولا واحد فيهم صح. ليه؟ لان هنا بيقارن ما بين الكومبلكس نمبر، والكومبلكس نمبر ما ينفعش نقارن ما بينهم، ما بنعرفش مين الاكبر ومين الاصغر، لان الكومبلكس نمبر متكون من جزئين ريال وايماجيني، والايماجيني ما نعرفش اصلا نقارن ما بينهم، حتى من مسماها اسمها ايماجيني يعني تخيليه. يعني كان في النمبر مثلا لو قلت لك 5 ولا 4 اكبر هتقول لي 5، طب لو نيجاتيف 5 ونيجاتيف 4 مين اكبر؟ نيجاتيف 4. انما لو قلت لك 1 بلس اي ونيجاتيف 2 اي مين اكبر؟ هتقول لي ما اعرفش، لان دول تو كومبلكس نمبر كونتين ايه؟ كونتين ايماجينري، يبقى ما ينفعش نقارن ايه ما بينهم. خلي بالك بس من السؤال ده، السؤال ده مرتبط بحاجات اولى ثانوي، لما كان بيقول لك ال وام دول روتس للكوادراتيك ايكويشن. هي مين الكوادراتيك ايكويشن؟ اللي هي في جنرال فورم a x squared plus b x plus c equal 0، ده in general form. لكن هو مديك ال quadratic equation اللي هي اسمها ايه؟ x squared plus 1 equal 0. طب ال two roots دول عبارة عن ايه عشان اقدر احقق الكلام اللي هو بيقول لي عليه ده؟ والله ادي ال x squared وادي هودي ال 1 الناحية التانية يبقى negative 1، هاخد ال square root، تمام؟ طيب ادي ال square root اهو. طيب السكوير روت ده اكس، هو المفروض يبقى مودلس اكس، بس انا هكتبها اكس وهحط هنا البوزيتيف اور نيجاتيف. طبعا
مين ده؟ ده سكوير روت اوف نيجاتيف 1 اللي هو الايماجيني. قبل كده كنا لما بنشتغل في الريال ما كناش عارفين، كنا بنقول انها لو بنتكلم على السوليوشن سيت كانت بتبقى باي، انما دلوقتي انا عارف المسمى بتاع سكوير روت اوف نيجاتيف 1، يبقى السوليوشن سيت بتاعتي هي باي ونيجاتيف اي. يعني ممكن اسمي واحد ال والتاني مين؟ ام. طيب انا عايز ال ال باور كام؟ 20 22، يبقى اي 20 22 بلس الام هو السكند روت اللي هو النيجاتيف اي باور كام؟ 20 22. واشوف الكلام ده، هل الرقم ده ديفيزبل باي 4؟ قال لك والله لا مش ديفيزبل باي 4، اقرب واحد ديفيزبل باي 4 ليه اللي هو 20 20، تمام. ده رقم ايفن بس نوت ديفيزبل باي 4، يبقى ايكوفالنت لمين؟ للاي سكوير. طب بلس النيجاتيف ده هعمل فيه ايه؟ قال لك والله الباور ايفن ولا اود؟ ايفن، يبقى يبلع النيجاتيف. طب والاي باور 20 22؟ قال لك الرقم ده ايفن ونوت ديفيزبل باي 4، يبقى ايكوفالنت للاي سكوير. الاي سكوير نيجاتيف 1، الاي سكوير نيجاتيف 1، يبقى الكلام ده بنيجاتيف كام؟ 2. يبقى تشويس نمبر سي. هنا نفس الكلام تمام، بس تعالى نراجع شويه حاجات في اولى ثانوي، بما ان بقى الايه السؤال اتكرر مرتين. يعني قبل ما نحل السؤال ونختم الفيديو عشان ده اخر سؤال في الفيرست، فبيقول لك والله لو كان عندي a squared a x squared b x plus c equal 0، دي الكوادراتيك ايكويشن تمام في الجنرال فورم، ده اسمه coefficient of x squared coefficient of x، هنا coefficient of x باور 0 او الفري تيرم زي ما كنا بنقول عليه في الباينوميال، او بنقول عليه مين؟ الابسوليوت تيرم. طيب والله دي كانت بتطلع كام حل؟ في معظم الاوقات كانت بتطلع حلين، الحلين دول بنقول عليهم روتس تمام كده، الاول بنقول عليه ام والتاني بنقول عليه ام. حلو، كان بنجيب حاجات مهمه في الكلام ده، بنقول الصم. الصم يعني ايه؟ الصم التو روتس اللي هو ال بلس ام، كان بيقول لك هو نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس على كوفيشنت اوف مين؟ اكس سكويرد اللي هو نيجاتيف بي على ايه. كان في من تاني بيقول لك هات البرودكت، برودكت يعني ال تايمز ام، كان هو عباره عن كوفيشنت اوف اكس باور 0 او اللي احنا بنقول عليه ابسوليت تيرم او فري تيرم على كوفيشنت اوف اكس سكويرد اللي هو يبقى سي على ايه. طيب من ضمن الحاجات اللي كان بيعلمها لك بيقول لك ال سكويرد بلس ام سكويرد بجيبها ازاي؟ قال لك هجيبها ازاي يعني؟ قال لك لا كنت بستخدم الصم والبرودكت عشان اقدر اوصل ل ال سكويرد بلس ام سكويرد على طول. ازاي؟ لك لو عملت ال بلس ام الاول سكويرد وشلت منها 2 ال ام يديني ال سكويرد بلس ام سكويرد وهكذا. تعالى بقى نشوف ايه اللي احنا هنستفيد بيه. يقول لك ال وام دول تو روتس للكوادراتيك ايكويشن، اكبر باور للاكس ب 2. طب ايه رايك ننجز نعمل سمبليفاي؟ ممكن ديفايد على اي لان كل البص سايد عليها جنبها اي، انجز نفسك مش هتفرق حاجه الناحيه الثانيه بزيرو، هيبقى ده 2 اكس سكويرد ماينس 4 اكس بلس 3 اي سكويرد ايكوال كام؟ 0. في سمبليفاي تاني قال لك اه شايف الاي سكويرد دي بنيجاتيف 1، يبقى الكلام ده 2 اكس سكويرد ماينس 4 اكس ماينس 3 ايكوال 0. كويس جدا. قال لك طلع لي بقى الحاجتين اللي انت متعلمهم اللي هو الصم اللي هو ال ال بلس ام. الصم بيقول لك نيجاتيف كوفيشنت الاكس نيجاتيف كوفيشنت الاكس اللي هو نيجاتيف 4 اوفر كوفيشنت بتاع اكس سكويرد اللي هو ب 2، يبقى دي اكنك بتقول 4 اوفر 2 اللي هي بكام؟ ب 2. طب والبرودكت؟ البرودكت اللي هو ال تايمز ام اللي هو كان بيبقى كوفيشنت الفري تيرم اللي هو نيجاتيف 3 اوفر كوفيشنت اوف اكس سكويرد اللي هو ب 2، يبقى ده كده مين؟ الصم، وده مين؟ البرودكت. وطالب منك مين؟ ال سكوير بلس ام سكوير، يبقى ده عباره عن ال بلس ام الاول سكوير ده ماينس 2 ال ام، يعني اكني بقول لك السم سكوير ده ماينس 2 في البرودكت سكوير. طب السم بكام؟ ب 2، واعمل لها سكوير ماينس، سوري هنا مفيش سكوير، هنا البرودكت بس، هنا النيجاتيف 2 والبرودكت بتاعك بكام؟ نيجاتيف 3 اوفر 2. طب ما ال 2 تتكنسل مع ال 2، 2 باور 2 تبقى ب 4، نيجاتيف بنيجاتيف بوستيف، وال 2 خلاص اتكنسلت يبقى ده بال 3، يبقى 4 بلس 3 بكام؟ ب 7، يبقى ده تشويز نمبر بي. وده كده كان الايه؟ الجزء الفيرست اللي كان بيعتمد على الالجبريك فورم للكومبلكس نمبر.